مش أربعة أصلا. لا أوف أعمل إيه؟ هي يو، قابلت كريس المصري وطلعت معاه الاستديو وجنني. احكي لكم اللي حصل من البدايه. في يوم هادي خالص فجاه لقيت التليفون بيرن، الميدل ايست كلموني. بقول لك ايه يا هبهب، مش عايز حفله الجدل وعزيز وتهي. قلت له يا اخي بالله عليك كيف تفكر، يلا بينا جدا. في واحد هنا بيبيع كفته سلوفاتي. وكانت حفلة عادية لحد ما كنت ماشي عادي في الحفلة، بص وقابلت مين. بقول لك يا كريس انا عايز اتصور مع السلسلة. دي ايوه دي لو لبستها تختفي. وتصورت معاه وكملت حفلتي عادي لحد ما لقيته في الباك ستيج بيعمل خدع لمحمود ريدايدا فوكال جدل. لا ابدا قولها ورا بعض، اربعة اربعة اربعة. وعزيز مرقة كمان. وفجأة وانا جايباها على اساس ان هو جس، بس بصراحة انا قررت ادبسه واطلعه على الستيج دلوقتي، فتعالوا نرحب مع بعض بكريس المصري. دي دبستك بجد؟ ولعها يا كريس. ولعها هي دبستني خلاص، احنا هنلعب بقى. ولقيته على الستيج. امسكي الشيبس ده كده لفوق، مقفول ولا لا؟ مقفول. وانتي ماسكه الدبلة بجد صح؟ والله. طيب هحاول اخلي الدبله تخش جوه كيس الشيبسي. يلا واحد اثنين ثلاثه، مفيش حاجه كده. هتلاقي الدبله بتاعتك دخلت جوه مغلفه، لو لقيتيها طلعيها ووريها لهم. وريها لهم ايوه. وكان بيختار ناس من الجمهور يطلعهم معاه، وبما اني وقفت تحت الاستيدج على طول اختارني وقال لي اطلع، ورحت طالع الجري على الاستيدج. تعالى اقف هنا. بص انا هعلمكم اللعبه دي خلاص، فمحدش يقول له بقى. واحد، محدش يقول له بقى ماشي. افتح ايدك. اثنين او اربعة كده صح. يلا هو اللي هيقول دلوقتي يا جماعة المنديل في انهي ايد المفروض، يعني اهي دي كده هنا ولا هنا. انت اللي هتقول غلط. واحد صفر ليا، ركز جامد اهو. هنا ولا هنا، محدش يقول له. غلط. تاني شايف لونها بس، اهم حاجة عارف اللون يعني. هنا ولا هنا؟ هنا. تاني. اهي هنا ولا هنا كده، انت شايفها صح المفروض صح. برافو عليك. ماشي. هي لونها ايه؟ ابيض صح. هي هنا ولا هنا؟ لا لا مفيش اهو. هو مش شايف يا جماعه بجد اهو. انت شايفها صح دلوقتي اهو. هنا ولا هنا؟ هنا صح. ايوه صح. لو انا جايه فيها خد من هنا، هي دلوقتي فاني ايه؟ تعالى هنا تعالى هنا، مش شايفين هم. ايه ايه معلش معلش اعمل ايه؟ انتوا شايفين ها؟ طيب ما حدش يقول له. طب اعمل الكيس كله، اعمل الكيس كله. ايه هنا ولا هنا؟ اه انت عشان شايفه. ايه طب اهو هنا ولا هنا؟ غلط اهو. كلهم هم. ايوه افتكرت ايوه. برافو عليك، قدرت تخدعني وانا عمري ما اتخدع. انا جايب لك 30 مليون على اليوتيوب، هو ما شفتهاش كنت سمعت 30 مليون يا عم. بس هنا ولا هنا؟ بس بقى يا عم. يا لهوي على العبط. تسعى لونها ايه؟ وانا ما اخترتش لون معين. وانا شفت الفيديو ده بس اقسم بالله انا كنت ناسيه، يعني انا ما استوعبتش غير في الاخر خالص. اخترتي الرقم فوق صح؟ خش لفوق قولي كده في سرك. انت شفت الرقم ولا شفتوه؟ لا مش شفتوه. قول رقم الواحد وخمسه. اقول اي رقم؟ اه ماشي. اقول بصوت؟ اه اربعه. لا اقول بصوت بصوت. اقول بصوت خمسه. لا ما بين دول واحد وخمسه. ما بين واحد وخمسه؟ اربعه. قلت لك اربعه في الاول. اربعه. البس بقى ورقه بالكوتشينه كده، اي ورقه طلعها بره. اي ورقه؟ اه يبقى دي اربعه. لا اوف. يا نهار اسود بتهزر. انا عايز الورقه دي. لو اخدها حبيبي. طلبت منه يمد عليها طبعا. خد يا حبيب قلبي. اسحب ورقه، اسحب ورقه، ورقه واحده. اي ورقه؟ اه اي ورقه واحده. اي ورقه خدها بقى بتاعتك دي. ايه ده يا ابن اللذين. جدان رامز جلال. انا طلعت مغفل على الستيج بس سان جاد اداني كارت ومضالي عليه. بس لقيت عبيط برضه صح؟ قلت تدور عليا ما
نزلت تدور عليا. بعد الكون ما تزعلي.